قمنا بعدة أنشطة للأطفال، منها الرسم، لعب، تلوين، ويبقى دائما في إطار الماء وكيفية المحافظة عليه، وبالتنسيق مع مؤسسات شركائنا التابعين لقطاع الموارد المائية. الهدف من تنظيم هكذا أيام هو التوعية والتحسيس من أجل المحافظة على المورد. احنا اخترنا هذه الفترة خصيصا يعتبر فترة العطلة الربيع باش نستهدفوا فئة الأطفال اللي احنا نعتبروهم حماة المستقبل، وهم اللي راح يحافظوا على هذا المورد. استفدنا من عدة دروس وعرفنا أهمية الماء في هذه الحياة، وكما قمنا بغرس عدة أشجار وقمنا بعدة نشاطات.